أكيد الدور أو المجموعات بهداف المجموعة الأولى، والآن يبدأ مع الدور السداسي مرحلة التتويج هدف في مرمى حامل اللقب. أشياء كثيرة تعطي دوافع والدافع مهم لأي لاعب، والدافع هذا يشكل عنصر هامي جدا للنادي الأهلي للحفاظ على نتيجته. أهلي ببنغازي في أمام لقاء شقيقه نادي الاتحاد. إدرا تحضيرات بطيئة نوعا ما من نادي الاتحاد، تمشي الكورة ومتابعة من المكسي. المكسي أذكر كان لاعب لنادي النصر، هذه المتابعة من هناك لربيع شادي. ربيع يحول الكرة وتمشي الكرة مرة ثانية، المتابعة لصالح نادي الاتحاد في مباراة طبعا تعطي بمبادرات طيبة لبدايات طيبة في هذه. إن أنت تلعب في خمس جولات، فعندما تحقق فوز في أولى البدايات مهمة جدا، ويكون المنافس بقيمة حامل اللقب وتفوز عليه، مثلا لو فاز الأهلي أو فاز الاتحاد يكون هذا الوضع بقيمة النادي الأهلي. كل الأمور عودة مرة ثانية لبوبكر ديارة. ربيع الشادي، ربيع يحول كرة حلوة من ربيع إلى المكسي، من يتابع من هناك طلال وتمشي الكرة. أول مرة ثانية الكرة للتهامي، التهامي إلى بوبكر ديارة، ترجع من معاد إلى بوبكر ديارة، كرة طويلة إلى المكسي، المكسي 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 يلعب عرضية حلوة، والوقت البدل الضايع. وطبعا المحاولات الأهلي اللي نراها وكثيرا منها وهو يلعب بعشرة لاعبين، تمشي الكرة مرة ثانية لصالح إجبالي اللي كما قلت دخل مكان كراوة. هذه عودة من المكسي، يا سلام، كرة خطيرة 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 خطيرة، وربما هدف التدليل. بكارثة كاد أن يحدثها هنا ناجي درا في كرة خطيرة جدا، كاد أن يهدي كرة لأحمد كراوع اللي بالطبع الهداف الأهلي بعشرة أهداف. كرة اتحادية معاد، بداية هو عنده الرغبة، مسك وحاول يحضر الهجوم على نادي الاتحاد. الاتحاد حتى هذه اللحظة بالنسبة لي مش مقنع، مش مقنع. والمتابعة للخطير طبعا كراوع، تعود الكرة مرة ثانية لصالح نادي الاتحاد مع الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني. الاتحاد في جزئيات الشوط الثاني في الربع ساعة الأولى مهمة جدا، هان يبحث عن عودته في هذه المباراة. تمشي الكرة مرة ثانية ولكن سهلة الكرة، كرة تقطع، ربيع شادي عودة مرة أخرى ممتازة لنادي الاتحاد معادي، هي كرة أمامية لكن الأقرب لها مرة واستحقاق، وهو يلعب بعشرة لاعبين وأضاع أكثر من فرصة، وكانت أن تكون النتيجة قاسية جدا على نادي الاتحاد. النادي الاتحاد والأهلي مرت بنتائج كثيرة في مشوارهم الكروي، من الكلاسيكيات الحلوة والقوية والكبيرة النادي لكرة القدم الليبي. عودة مرة ثانية، العرضية خطيرة والرأسية عبد، ما أدراك ما نادي النصر في ثلاث جولات أن السيناريو قد يذهب إلى ما يتمناه جماهير الزازارة. كرة رأسية، نعم خبطت فيه وغيرت اتجاهه ودخلت المرمى من حارس المرمى. تمشي الكرة مرة ثانية خطيرة من هناك، الرأسية اتحاد ومحاولاته وهدف 30. هذه عودة مرة ثانية إلى خارج أو الكرة داخل الملعب، رأس أي خطرة، جول جول جول. بدل ضايع، هذه عودة من هناك، ربيع تهامي أو ترجع الكرة من صبو إلى الخلف إلى الفرجاني، الفرجاني عودة المنصوري، المنصوري المنصوري المنصوري، يا عيني عليك يا منصوري، اوه يا كراوع جول، لا 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 لا. هو شهاب دخل اعتقد، نعم شهاب جبالي لاعب تونسي، عودة سنتأكد صاحب الكرة الماضي، نعم موجود هو تقريبا، هو شهاب يتحصل على الفاول الآن من هناك.
لنادي الاتحاد. الاتحاد اللي عند الميس باس او الاخطاء في التمرير كثيره جدا. المنصوري شوف الثقه اللي يلعب بها المنصوري. زكريا المنصوري تمشي مره ثانيه، بورقيقة العرضيه. اوه اذا من الطموحات لكره القدم الليبيه لتحقق نتائج على صعيد المنتخب او على صعيد انديتها باذن الله. طبعا الاربع الاوائل في الدور. كره خطيره ايضا بن محمد وكذلك ادريس القطعاني، انه في احتجاجات ماذا انا لم نلاحظ شيء الحقيقه، لكن يبدو ان في شيء ما حدث يعني. عموما تعود الكره مره ثانيه خلال تمريره ممتازه لعبد الرحمن الاعمامي، ولا ننسى الدور الكبير اللي لعب فيه زكريا المنصوري في بدايه الهجمه. تعود الكره، اخطاء كارثيه ايضا لنادي الاتحاد في الميس باس. تمشي مره ثانيه، فاضل سلامه، فاضل سلامه، يا سلام يا فاضل يا سلامه. اوه حسن. تعود الى علي يوسف، علي يوسف طويله يلعبها باتجاه المنصوري، تقطع الكره. بطبيعه الحال اهميه الانتصار، لكن مرة ثانية ترجع الكرة لصالح نادي الأهلي، ومحاولة أهلوية في كرة تمرر من هناك داخل منطقة الجزاء. في الفيفا كاب مونديال قطر 2022 من أبرز مباريات دار ذكرت الأرجنتين والسعودية، وأيضا المباراة اللي خسرها البرتغال أيضا كانت تقريبا أمام كوريا. هذه كرة من هناك ترجع الكرة إلى نادي الاتحاد، محمد الحمروني ومنصور البركي كإداري ويونس الشيباني كمدير أو الكرة في الجديد. تذكر عراقة والأسماء اللامعة، أسماء من ذهب كانت ترتدي قميص الفريقين. تمشي الكرة من هناك والمتابعة أهلوية العرضية، وهي هذه البطولة اللي بس أصبحت بطبيعة الحال غايبة عن النادي الأهلي ببنغازي. تمشي الكرة من هناك، المنصوري، المتابعة من الإعمامي، التحول الترهوني، الترهوني العرضية. علي يوسف طويلة في الأمام، كرة ما فيش تسلل، ما فيش تسلل، ومحاولة من هناك يعني زكريا لعب هذه المباراة التاسعة الرسمية مع النادي الأهلي، ومنها كمباراة الخامسة كأساسي، يعني سجل أربعة نعم متقدم بهدفين ويلعب بعشرة لاعبين، ولكن بالطبيعة يستحق هذا التقدم. تعود الكرة مرة ثانية، تمشي طويلة في الأمام، والثالث 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 والثالث. أوه المباريات اللي أذكر أنها من المباريات الحلوة اللي زمان ما شفناها بين الأهلي وأهلي بنغازي والاتحاد، واحدة من الكلاسيكيات كرة القدم الليبية. عودة من هناك، المتابعة لنادي الأهلي بنغازي اللي ماسك كرة بثقة الهدفين وبثقة يلعب بعشرة لاعبين، مش محسسني بذلك يعني بأنه يلعب بعشرة لاعبين. تعود الكرة مرة ثانية لصالح الأول، تعود الكرة من هناك، تحول لصالح النادي الأهلي، المتابعة المنصوري، تمشي الكرة من وراء مرة ثانية، عودة الكرة لصالح نادي الأهلي، الانطلاقة لأراجو، الترهوني، الترهوني تمشي الكرة الآن لطقطق، حسين طقطق يحول الكرة من هناك للترهوني، طقطق حلوة، يا سلام يا سلام يا سلام. يوسف قد يقع في فخ مصيدة مهاجمي فريق الاتحاد. عودة من هناك لصالح نادي الأهلي ببنغازي، لا تمشي للترهوني، الترهوني، الترهوني يحول الكرة، الترهوني كانت له تجربة اللعب مع نادي تنظيما أكثر من نادي الاتحاد ويستحق هذه النتيجة، أعتقد ذلك من وجهة نظري بكل حيل. ونرى أبو سليم
اللي ربما يكون أحد الأحسنة السوداء في هذه المرحلة من التتويج. زكريا هي كرة الآن للترهوني أو المتابعة اللي محمد الترهوني. تمشي الكرة من هناك، تلعب من العمامي، تمشي للمنصوري، العمامي مرة ثانية يحول كرة أمامية، ما فيش تسلل. إذن عيش حارس دولي أيضا، تعود الكرة من هناك في الأمام بالرأس، ترجع الكرة لنادي الأهلي المنصوري. المنصوري والأهلي والاتحاد أو الاتحاد والأهلي ببنغازي. تمشي الكرة من هنا طويلة في الأمام من كراوة للمنصوري. المنصوري يسارية قد تكون قوية، لكن ما وجدش المكان والنافذة للتصويب، وتفوت الكرة وجول. إذا ضربة مرمى، مراد لحيشي طويلة في الأمام. هذه المتابعة لصالح نادي الأهلي. بورقيقة يحول كرة كوارع، وهذه كرة خطيرة، الله جول! سبق من الأخطاء لنصنع الإنجاز ونصنع الانتصار. الكورنر تنفذ من هناك، التغطية من الركنية الأولى للاتحاد، تلعب الكرة من هناك من ديارة. ديارة طلال فرحات يحول كرة حلوة، الله يا ما زالت خطرة، ودرا جول. قدم يسارية هي بانطراز قريب او عبد الرحمن العمامي يحول كرة من هناك، التغطية الحاضرة من جانب صبو، ترجع الكرة مرة أخرى.